طب ليك ايه؟ شو؟ بس عندي تعليق على اللوك، انت جاي اليوم كثير مسترة، انت وقعتك تيجي هيك صراحة. كيف؟ هذا شو ندمت عليه هذا الشيء؟ ليش بتحط ليش حاطينها كلها بالطول يا زلمة؟ شو بدي احطها شو اعمل لك روب؟ ليك شو عم تجربي تقولي من خلال هيدي الصورة؟ شو بدك بالحكي زاك 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 زاك؟ شو عم تجربي قال لي انا اذا مفكرة صار عمرك 45 سنة بعدك قمر وبعدك وبعدك بيروح بيجيب لي بهول وبقول لي تصوري زاك، مش انه انا مبسوطة بجسمي تصور تبعي لك لا مين؟ الايمج كونسلتنت مش هن بيبقوا مسؤولين عن اطلالي عم بيجي يقول لك انت صار عمرك 45 وبعدك قمر هيك بعدك قمر هالرسالة هالرسالة